شوفي بنتي، شوفي ما أحلاها الصبي مثل الملاك. خلينا نحطه هون. ما بعرف شو بدي أحكي يا زبيدة، ولا على شو بدي أتشكرك. هلأ بفضلك صار وضعي أحسن وانبسطت أكثر. أول مرة بشوف حدا هالقد مبسوط مثلك لأنه صار عنده بنت. شو كانت ردة فعلك لو إجاك صبي؟ ما بيتغير شي. شو الفرق بين الصبي والبنت؟ لأنه بالأخير الأولاد نعمة كبيرة من الله، هنن بيخلونا نصير آباء وناس أحسن، ولازم نقدر هذا الشيء. بس لو جاييني صبي ولسه ما دفعنا مصاريف المشفى وأنا مبسوطة ومرتاحة، ويحكوا قد ما بدهم، شو بتفرق معك انت؟ لا تفكري بهالطريقة أبدا. شوفي ما أحلى البنت، أحلى من كل الصبيان.